مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء صيفية، وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان ل 32 درجة مئوية. أما هاي الليلة رح تكون الأجواء لطيفة في العديد من مناطق المملكة، رح توصل درجات الحرارة في عمان 20 ونسبة الرطوبة مرتفعة ورح تسجل 62%. غدا نهارا رح تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي، رح تسجل نهارا 31، بالليل رح تنخفض ل 21 درجة. يومي الخميس والجمعة أجواء صيفية مع ساعات النهار، رح تسجل في عمان 31، بالليل رح تنخفض ل 21 ورح تكون الأجواء لطيفة ورطبة. هلا رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. البداية رح تكون من شمال المملكة، إربد وعجلون 19، غدا 32، جرش 22 وغدا 35، المفرق 16، غدا 35، الزرقاء 21 وغدا 35 وأجواء حارة، مطار ملك علياء 18، غدا 35، السلط 21، غدا 32، مادبا 20 وغدا 31 وأجواء صيفية اعتيادية، البحر الميت 29، غدا 39، الكرك 18، غدا 33، الطفيلة أجواء لطيفة 19 وغدا 31، معان 22 وغدا 37، العقبة 27، غدا 40، أجواء حارة ومغبرة، رواشد 22 وغدا 42 درجة. ملخص الطقس خلال الأيام القادمة، انخفاض درجات الحرارة غدا نهارا، أجواء صيفية اعتيادية مع ساعات النهار وطقس لطيف ليلا. هلأ رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم.